ويمثل استهداف المطارات والموانئ انتهاكا صريحا للمواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصا حين يصل الأمر حد تدمير برج الإرشاد الملاحي لمطار صنعاء الدولي. الفتح الجزئي للمطارات والموانئ التي تسيطر عليها قوات التحالف والسماح بالنقل الآمن لمواد الإغاثة والشحنات التجارية واستئناف العمليات التجارية في ميناء عدن وفتح معبر الوديعة لإيصال الإمدادات إلى اليمن أمر بالغ الأهمية دعت إليه كافة المنظمات الإنسانية والدولية، لكن العدوان لا زال مصرا على تعطيل باقي المنافذ اليمنية بغاراته التي استهدفت أخيرا مطار صنعاء الدولي وبرجه للإرشاد الملاحي. تدمير برج الإرشاد يعيق هبوط أي طائرة في المطار، ما يعني تعمد فرض استمرار الحظر الجوي وإحكام الحصار على اليمن ومطاراته. ذلك ما أكده بيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية من أن هذا الاستهداف يعتبر انتهاكا صريحا للمواثيق والمعاهدات الدولية وتحديا صارخا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي واتفاقية شيكاغو التي تنص على عدم استهداف المطارات المدنية. الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه هذا العدوان الغاشم على المطارات اليمنية المدنية والتحقيق الفوري واتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الجرائم ضد الإنسانية والعمل على إيقاف هذا العدوان والسماح باستئناف كافة الرحلات المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي. استهداف تحالف العدوان بقيادة السعودية برج مطار صنعاء والمطار ذاته قبلا تزامن مع تجدد الغارات على مطار الحديدة أيضا واستمرار إغلاق المنافذ البرية وتعطيل حركة النقل في اليمن. تحالف العدوان تجاهل دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الإنسانية والدولية الذي طالب بفك الحصار المفروض على كافة أرض اليمن وإعادته إلى وضعه السابق. دعوات أممية تقر بجرائم تحالف العدوان برغم التقارير الأممية التي توثق جرائم تحالف العدوان وكارثية حصاره غير المشروع على اليمن، لكنها بلا إلزامية أو مواقف جادة يصر على إثرها تحالف العدوان على القتل الجماعي لليمنيين بكل الطرق والوسائل لكسر إرادته وصموده وسط صمت مخزن ولا مبالاة من المجتمع الدولي والضمير الإنساني والمنظمات الحقوقية.